صباح الخير مشاهدينا، متواجدين اليوم معكم من لواء موقر، وراح نكون معكم اليوم مع نشمية أردنية نور خريشة التي تعتبر قصة نجاح. راح نتعرف اليوم مشاهدينا من خلال جولتنا الصباحية على نورة. صباحكم سعيد. صباحك مهندسة، يعطيك العافية وفخورين فيك. الله يعافيك يا رب. يعني أنا والمشاهدين اليوم حابين نتعرف على المهندسة نورة خريشة. أنا المهندسة نورة خريشة، خريجة الجامعة الأردنية 2012، إنتاج نباتي. من سنة 2012 عاطلة عن العمل، بحثت عن فرص كثيرة للعمل بس ما صار في مجال، وأخيراً بلشنا بمشروعنا الخاص، لمشروع متنوع، زراعات متنوعة. طب اليوم عارفينك فكرة المشروع الخاص، عارفين عليه، كيف ولدت الفكرة؟ الفكرة كانت موجودة من لما تخرجت من الجامعة، إني في يوم من الأيام لازم أسوي مشروع خاص، سواء كان الهدف إنه يكون بتمويل شخصي. ما صار في وظيفة، فجاءت فكرة إنه ناخذ قرض بدون فائدة من الأقراض الزراعي ويكون انطلاقة جديدة لنا. سوينا المشروع هذا، عبارة عن مشروع أسماك، زراعات علفية، وفي عندنا مشروع مصغر للدواجن. طيب احنا راح ناخذ جوله ضمن هذه المشروع، لكن اليوم عارفين نبلش بالمشروع، مشروع الاسماك. مشروع الاسماك عندنا نوعين من الاسماك، سمك مشط وعندنا سمك كارب. هذا بلشنا بالمشط من شهر 4 والكارب من شهر 6، وان شاء الله قريبا انتاج اول فوج. منسى احنا ثاني محطه من محطات المشروع، وهذه المشاريع خلينا نحكي انها مشاريع ذكوريه تعتبر، لابد من وجود بعض التحديات والصعوبات، حتينا وعارفين عليها. اول صعوبه هو المجتمع المحلي، للاسف مجتمعاتنا الاردنيه بشكل عام والبدويه بشكل خاص منحازه للذكور اكثر من الاناث، ففكره انه بنت تقوم مشاريع مثل هذه شوي مرفوضة مجتمعنا، فكان لازم نتخطى هذا الحاجز، ثقافة العيبة الموجودة عند هذا المجتمع علشان ننطلق هذه الانطلاقة. طب اليوم يعني رسالتك لكل بنت كان في عندها فكرة مشروع؟ بالعكس، أي إنسان قادر، الشاب والبنت عندهم نفس القدرات. لا، البنات لسه عندهن تصميم وإرادة أكثر من الشباب، عندهن دقة بالعمل أكثر من الشباب، فمو غلط إنه حتى لو أنا بنت وحتى لو الشغل هذا صعب أسويه، مدام هذا حلمي ومدام هذا الشيء أنا حبيته أسويه. إحنا بثاني محطة من المشروع، حكيتي لي عن نوع قمح غريب شوي. هذا اسمه علف البونيكام، هو نوع من الأعلاف للأغنام والأبقار، يمتاز ببروتين عالي وسكريات وألياف، مرغوب لدى الأبقار والحلال والأغنام بشكل عام. حتى الدجاج جربنا أنه ننطيه منه، كمان كان ناجح، يعزز إنتاج الحليب ويعزز إنتاج اللحوم للي يستخدمونه للحم. عمره الافتراضي 10 سنوات، عمره الفعلي 7 سنوات، يحش كل من 21 إلى 24 يوم بالشهر. لو نختم معك بهذه المحطة، كم فرصة عمل وفر مشروعك؟ مشروعي موفر أول شيء مهندس إنتاج حيواني دائم، في عندنا عامل مقيم، في عندنا عمالة شهرية كل 21 22 يوم، عندنا حصاد، ولصعوبة أو عدم توفر آليات الحصاد الآلية نضطر إلى الحصاد اليدوي، فيعني على الأقل نحتاج مثلا على مدى 3 أيام إلى كحد أدنى إلى 5 عمال أردنيين لحصاد هذا المشروع بالمناجل. طبعا احنا الحصاد اللي عندنا، بالإضافة إلى أنه عندنا مشروع الدواجن، في عندنا كمان أعمال موسمية، وفي عندنا لأنه في أكثر من نوع من الدواجن عندنا، فنحتاج أيضا إلى عمالة بهن، فنحن نحكي عن عدد كويس يعني الحمد لله. مهندس علي مؤيد العساف، خريج الجامعة الأردنية عام 2020. طبعا مثل اي شاب يتخرج من اي جامعه، فرص العمل قليله، فحاولت انه اكسب شويه خبره، طبعا لانه القطاع الخاص، اي قطاع خاص يطلبك خبره، فاشتغلت بدون راتب طبعا لاكسب الخبره،
تقريبا لمدة سنة سنة وشوي في مزارع بالغور، مزارع أسماك، مزارع دواجن، عشان أكسب بعض الخبرة. طبعا إجتني فرصة عمل منطقة المقر، مشروع استزراع سمكي بالإضافة إلى الدواجن. الخبرة ما تكتسب وأنت قاعد، لازم يعني تشوف لك الشغل، تشوف لك مزرعة، لو تكسب شوية خبرة أنت راح ينفتح كل مجرات معك، راح تجيك فرص عمل كثير.